اهلا وسهلا بكم. الاكل الصحي مهم لصحتنا ومفيد جدا، انه نحن لازم نكون حريصين تكون في بروتينات، في فيتامينات، خضروات، لحوم، عشان ما نقدر نتوازن ونبعد من الامراض المختلفه. النقص اللي نحن دائما بنسمع بهم عند كثير من الناس قد يكون كبار السن او الاطفال او حتى الشباب، بنلقى دائما بيقول لك عنده نقص في الحاجه الفلانيه. النقص ما احنا ممكن نكمله بحبوب، وممكن نكمله كمان بغذاء هو ممكن يكون سليم، لكن احنا في ظل ظروف اقتصاديه قد تكون صعبه جدا، كلنا او البعض مننا ما بيقدر يكمل غذاء صحيح من بروتينات ولحوم وخضروات وفواكه. لكن خلونا نتابع مع دكتورتنا اللي موجوده معنا داخل الاستوديو، نتعرف من خلالها الاكل الصحي بالنسبه للتلاميذ اللي هم بيمشوا المدرسه وبيحشوا السندوتشات الصباح، او في بعض منهم بياخذ من المدرسه بياخذ قروش وبيمشي بيشتري. هل الاكل الموجود في المدرسه هو اكل صحي، اكل مراقب ممكن يستفيد منه الجسم بيدينا طاقه، ولا ممكن ذاته هو يقلل من الطاقه الموجوده عندنا؟ وشنو المفروض نحن ناكله ونتناوله في وجبه الصباح في الافطار بالنسبه للتلاميذ؟ نسعد جدا بدكتوره رحمه صلاح اختصاصي تغذيه. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم. كيف حالك؟ تمام الحمد لله الله يخليك. كيف بتفطري يا سنتي؟ جيتينا الساعه 9، هل فطرتي الصباح ولا بتفطري بعد؟ لا انا بفطر بعد طبعا، لان زول كنت يطلع الصباح مع الاستعجال للدوام انه يطلع، فمشكله انه زول يفطر. لكن بالنسبه للتلاميذ لا، للتلاميذ المفروض لازم الواحد من قبل ما يطلع لازم يفطر. او طبعا هم بيفطروا، يعني حتى كوبايه الحليب بتاعت الصباح بالبسكويت، كوبايه الشاي بالبسكويت، دي تعد وجبه بتاعت فطور يعني. بالنسبه لنا يعني ما فيها مشكله، يعني ما الفطور ده الا صينيه واكل وحاجات زي دي. فالتلاميذ يعني مثلا اذا الصباح الواحد صحى من الصباح شرب الشاي او شرب الحليب ببسكويت وحاجات زي دي، بالنسبه للوجبه كافيه بتاعت فطور، يعني حتى لو بعيش، يعني حليب بعيش وجبه بتاعت فطور تعتبر. بنلقى كثير يا دكتوره رحمه من الامهات الوحده بيكون ملخومه ومشغوله، او حتى الاطفال ذات نفسهم بيقول لك انا خلاص بقيت ما بحب الحليب الصباح او ما بشرب شاي الصباح. فالحاجه دي هي ممكن تكون تكمله لوجبه غذائيه وتكون تكمله لتهيئه المعده، عشان انت حتمشي المدرسه حتفطر يا اما الساعه 10 يا اما الساعه 9. صح، يعني هسه احنا ممكن اي نعم ما بيشرب حليب ممكن يشرب العصير، لكن احنا بنفضل الحليب لانه مكوناته الغذائيه اعلى، بيساعد على التركيز، يعني بخلي يعني ثقيل على المعده، بخلي الطفل يركز، ثقيل على المعده، يعني بديه فرصه طويله، يعني ما زي العصير. العصير امتصاصه سريع وعباره عن الياف، يعني ممكن يخليك تحس بالجوع اطول، يعني ابدر من الحليب. عشان كده دائما بنفضل الحليب او الشاي باللبن معه حاجه، يعني كيكه، بسكويت، العيش، يعني اي حاجه فيهم معه افضل بتكون من العصير. جميل. بنلقى الامهات برضو يا دكتوره رحمه بالنسبه للتلاميذ في المدارس، بتلقى الام عندها في سابع وعندها في اولى ابتدائي وعندها في ثالث وعندها في الروضه. فبنلقى احيانا الحشوات دي ذاتها بيحشوها لكل الطلبه الموجودين التلاميذ الماشيين المدارس. هل بيناسب بتحت من نفس الوجبه ممكن تناسب بتاع الروضه، ولا انا ممكن اعمل عمليه بتاع التبديل اشوف ده بيناسب معاه حسب سنه حسب طوله حسب وزنه، ولا بس اللي موجود في البيت انا بحشيه وخلاص؟ طبعا الغالبيه بتعتمد على الموجود في البيت وخلاص، لكن هي بالعكس، يعني المفروض كل واحد حاجته تكون برا، لانه حسب احتياجه بتاع جسمه، يعني بتاع الروضه يختلف من بتاع الثامن، يختلف من بتاع الثانوي. يعني كل واحد من الثلاث ده بيحتاج لحاجه غير الثاني، يعني تختلف من ده لده من ده لده الاحتياج. يعني مثلا بتاع الروضه بتحتاج له وجبات تكون خفيفه، ما يكون فيها دهن، ما يكون فيها ده، وجبات سهله، حاجه هو يحبها ياكلها لينا. بتاع لا 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 المدرسه يعني ممكن تكون وجبات شويه دسمه لكن ما شديد. بتاع الثانوي بنحتاج له وجبات دسمه، بنحتاج له روتينات، لانه في فتره بتاعت يعني بيحتاج فيها اكثر، يعني في عمر الثانوي يعني بيحتاج للبروتين اكثر من السكر، يعني ليكم بيحتاجوا له ولكن ما بنفس النسبه بتاعت الزول في المرحله بتاعت الثانوي. يلا دائما الاطفال الروضه بنميل للحاجات خفيفه، يعني حاجات تكون خفيفه، حاجه هو بحبها بياكل، عشان ما يراجع لك بالساندوتش ويقول لك انا ما فطرت الحاجه. صحيح. يعني دي مشكله كبيره انه الطفل يرجع ويكون ما فاطر، يعني ما اكل فطوره او ما اكل هناك في الروضه. جميل. واحده من الحاجات اللي انت قلتي بيحتاج ليها، نحن محتاجين وجبات خفيفه. الوجبات الخفيفه دي كثير من الامهات بيعتمدوا على الوجبات الجاهزه، او تلقوا الام على طول البرجر، الحاجات الجاهزه المجمده اللي بتطلع من الثلاجه، وممكن نحن نديها له مباشره من مثل المارتديلا مع الجبنه، او ممكن احمرها في النار شويه بالزيت واديها له. الحاجات دي استهلاكها وتكرارها بالنسبه للتلاميذ وبالنسبه للاطفال يعني. ايوه
دائما الحاجات الجاهزه احنا بنحاول نقلل منها يعني. حتى مثلا اذا هي بيض زي ممكن تعمل مثلا لحمه مفرومه، الحاجات دي في البيت افضل من الحاجات الجاهزه. ثاني دائما احنا بنميل للسندوتشات اللي بتكون فيها جبنه ما تتخطى كثير يعني، لان الجبنه يعني بالسخانه بتاعت الجو بتاعنا هنا معروف كيف هو السخانه في الفصول، والفتره من اخذ السندوتش لحد ما انه جاء مواعيده بتاعت الفطور بتكون طويله. فالجبنه دائما ما بنحب انه الناس تخط عليهم في السندوتش يعني، لانها ممكن تتغير بتعمل يعني تغير له طعم السندوتش يعني، ممكن تعمل تسمم في الحاله ممكن دي. ممكن تعمل تسمم يعني، بالذات اذا الجبنه ما تغسلت كويس ما هي يتحشر طوالي باستعجال، ممكن عادي تعمل حاله بتاع التسمم. كثير من الناس بنلقى بخلوا حتى الاجبان دي ممكن تكون فاتحه في الثلاجه ويجي يشيل، هي فاتحه مخطوطه في صحن مثلا ويجي يشيل منها يحشي. لا المفروض تتغسل، يلا هي تخطت وانس انها تخطت فاتحه وهنا المفروض تتغسل يعني، اتغسلت بعد ذاك يتحشي منها السندوتش. لكن عاده كده يعني احنا ما بنحب نمل الاجبان في السندوتشات. جميل. واحدة من الأكل المفروض يكون صحي أو نحن نستخدمه لأطفالنا التنوع. نحن التلاميذ ما بتلقيهم متنوعين يعني، حتى الأمهات ما كثير منهم، أنا ما بقول هم كلهم لكن بقول البعض أو الكثرة منهم ممكن تكون إنه يعني أخذ فواكه أخذ خضار عشان الطفل هو محتاج، عشان التلميذ بيبذل مجهود في المدرسة عنده فسحة واحدة حقة الفطور وتاني بيقعد ممكن تكون 7 حصص وثمانية حصص. التأثير بتاع الوجبة بالنسبة للأطفال والتلاميذ بيأثر؟ بيأثر كثير التنوع طبعا بتاع الوجبة. ترى إنك كونك إنك تدي سندويتش أو تديه وجبة متنوعة يفرق من زول لزول يعني، بتفرق كثير. بس عموما يعني هسي الحقيبة الغذائية دي عموما شايف الناس هسي بقت تستخدمها بدل السندويتش اللي بيكون ملفوف البوكس يعني بالنسبة للأطفال. أيوة اللانش بوكس بقت دخلت يعني هسي عندنا يعني الناس بقت كثير بتستخدمها يعني، كنت بتديك مساحتين إنك تخوض سلطة تنوع. أيوة تخوض زمان في ناس بيخوضوا لك السلطة في العيش، دي خلاص طبعا انتهت. كونس إنك تحشي لك سلطة في عيش لحد ما يجي موعد الفطور يعني بيكون حصل فيها تغيرات كثيرة يعني، تغير كثير والطعم بقى غير مستساق للطفل وبيدع الفطور في النهاية ما بياخده. لكن لو كنت تاخذي السلطه براها في اللانش بوكس، حته الفواكه براها، العيش بتكون براها، الحاجه المفروض تتاكل بالعيش بتكون براها. فيلا الحاجه دي شو ما بتخلي الاكل يتلخبط مع بعضه، ما بتخليه يتغير طعمه يعني، دي بتساعد انه الطفل ذاته انه يجي ياكل شنو وجبته. جميل. واحده برضو من الحاجات اللي بنشوفها بنلقى البيض باشكاله المختلفه اذا كان مسلوق او مفقوع بالطوه يعني. البيض يا تفهم الممكن يكون صحي؟ هل البيض المسلوق انا اقشره واخذته عليه وبعدين هو اوي اخليه عليه كامله ما مقشره هو ممكن يقشره اثناء الفطور لحظه محتاج، ولا البيض اللي ذاته انا ممكن احمره في الطوه يكون برد ويبرد يعني، انا اخذته في سندوتش او اخذته في بوكس فبالتالي برضه بيتعرض يعني لانه يكون والبيض تحديدا بيتاكل سخن. ايوه هو طبعا احنا دائما بنفضل البيض المسلوق. طبعا البيض المسلوق ده ممكن يقعد لاطول فتره ممكنه وهو ما بيتاكل سخن يعني، في اي درجه ممكن بتاكل البيض المسلوق ما فيه مشكله. لكن دائما البيض بالطوى بنحاول نخلي الناس انها شو تقلل منه، الا الطفل اذا كان شديد بيحبه بيشبك شديد وما حياكل لك غيره، في الحاله دي انت ممكن تعمله. لكن غير كده يعني بنحاول بفضل انه الناس شنو تبعد عنه لانه ببرد يا يعني، البيض وقت يصل درجة حرارات معينة ممكن يبقى سام يعني، وقت يكون بارد كده ممكن يسمم، فيه أنواع بتاع البكتيريا بتنمو فيه يعمل تسمم غذائي. بس كده بنحاول إنه الناس دائما تبعد لنا من البيض المسلوق، البيض البطوة تفضل البيض المسلوق إذا هو الطفل أصلا بيحب البيض لانه بيقعد فتره طويله وما طويلة مشكله. أيوة. ما عنده اي مشكله سواء خلطته، واذا هو طفل بيقدر بيقشر البيضه ممكن تخليها له بيقشره افضل طبعا. اذا هو في عمر ما بيقدر يقشر البيضه ويحشيها في السندويتش تقشرها له وتاخذ نظيفه تغسلها تحطها في كيس او حاجه وتحطها له في السندويتش. جميل. واحده من الحاجات برضو اللي نحن بنلاحظها في المدارس كثير الطعميه. الطعمية كثير من الناس اللي بياخدوا كمان قروش من البيت وبيمشوا بيشتروا أكل من المدرسة أيا كان نوع الأكل ده شنو. الأكل ده أنا بكون ما ضامنة إنه هل أكل صحي، أكل مفيد للطالب، ما مفيد للتلميذ. اللهم الناس في البيت دارين تخلصوا شيل القروش خلاص يلا واجري طرحيل جا. فدي واحدة من الحاجات المهمة. الطعمية هي يعني فيها قيمة غذائية يعني، هي كويسة بالنسبة للطالب ما فيها أي مشكلة، لكن أنت تضمن الحتة اللي اشتري منها حتة نظيفة، الزون نظيف، الزيت اللي اتقلت فيه، والمشكلة دي الحاجات اللي أنت لو ضمنتيها إنها هي كويسة ما في أي مشكلة في السندويش بتاع الطعمية يعني، قيمته الغذائية موجودة بفيد الطالب كويس بالنسبة له. لكن أنت ما ضامنة الزول اللي بيعمل الطعمية ده زول نظيف، الزيت هل زيت مكرر، زيت أول مرة استخدامه كيف، الطعمية ذاتها يعني فيها يعني وكنت تطلعها بنشفها من الزيت ولا بزيت بيحشيها لهم في الساندويتش، دي حاجات كلها شنو بتأثر في القيمة بتاعت الساندويتش بتاع الطعمية ده. جميل. بنلقى كثير من التلاميذ في المدارس لما يحشوا لهم السندوتشات في منهم الساعة 9 دي لما تجي هو بكون حتى لو الحصة شغالة ناس زمان يدخل ناس يده في الشنطة ويطلع ياكل السندوتش ده بيكون هو وصل مرحلة ما يجوع ما قادر حتى يركز.
الزمن الصحي اللي مفروض ناس المدارس تتبعه عشان تدي فيه الوجبة للطالب عشان يستفيد منها في جسمه، يعني أقل لا يكون يقدر يركز في الحصة. أنا لو ضمنت إنه الطالب بتاعي ده جاء من بيته فاطر، يعني من ما صحي من النوم أخذ له كوباية شاي بحليب، أخذ له بسكويت، دي فاطر دي خالص يعني شيت بأمه دي شربته الشاي قبل ما تطلعه، بعده ممكن لحد الساعة 11 ياخذ وجبته بتاعت الفطور. لكن الطالب ده طلع لي من بيته ما ماخذ أي حاجة زي ما بقوله على لحم بطنه، ده المفروض من يصل الساعة 9 دي ياخذ وجبة فطوره. لكن طبعا احنا ممكن نطلع ده الساعة 9 ونطلع ذاك الساعة 11 صحيح، لكن المدرسين لازم الأمهات تهتم بإنه طالب قبل ما يطلع ولدي قبل ما يطلع يمشي للمدرسة لازم تدي لنا يا كوباية حليب، كوباية عصير، كوباية شاي بلبن، يعني أي ممكن سندويتش صغير إذا هو بياكل الصباح زبادي، يعني الحاجات دي بتخليه يركز، بتخليه ما يحس بالجوع، بتخلي ذاته نشيط، يعني في الحصة بيتفاعل، يعني الحاجات دي كلها بتأثر على مستواه الأكاديمي. صحيح، بينلقى كمان واحدة من الحشوات اللي ممكن تتحشى للأطفال، بيحشوا لهم السندوتشات، التكرار يعني حق الفول مثلا، أنا خلاص هو بيحب الفول أنا كل يوم أديه فول، فبالتالي أنا بكون هاي هو بيحبه لكن أنا مفروض أنوع عليه. صحيح، هو مفروض ينوع عليه لأنه ممكن أقول لك الفول هو وجبة صحية، إذا أنا الليلة بدي فول في الفطور لكن نوعت له في الغداء نوعت له في العشاء ما في مشكلة، لكن هو الليلة أنا حشيت كل يوم كل بشوف زملائه التانين بيجيبوا حاجات متنوعة، فالحاجة دي في نفسه ممكن تعمل له حاجة، لكن من ناحية صحية ما في مشكلة إذا أنا بنوع له في الفطور في الغداء وفي العشاء، إذا بنوع ما في مشكلة، لكن نفسيا اللي بشوف زملائي كل مرة واحد جايب سندوتش غير المفروض الزول يغير له يعني. لكن أحيانا يا دكتورة رحمة الظروف الاقتصادية وتحديدا احنا مارين بها الآن وبنعيشها، يعني إذا أنا حابة أشتري خضار عشان أنوع لولدي بلقي الخضار غالي، البروتين اللحمة بتكون غالية جدا الحاجات، فبالتالي أحاول أمشي بالبسيط وما ممكن ينعكس سلبا على حتى تركيز الأطفال في المدارس وتركيز التلاميذ والطاقة حقتهم، بنيتهم ممكن تزبل وتضعف بالنسبة لأنه بيمشي المدرسة بيقعد فترات طويلة، وقد أحشي له سندويتش واحد وهو بيطلع من البيت من 8 صباحا بيجيني أحيانا 3:30 أو 4. يعني الوضع الاقتصادي عموما هو حاجه عامه في البلد كلها يعني، فمفروض يعني مثلا الصباح يعني بدل السندويتش يعني اللي بيقدر يكتب العشاء بيجيب العشتين، فانت ممكن تحشي سندويتشين ليه بحيث انه ياخذ الفطور، ممكن واحده ثانيه ياخذها زي الساعه 2، يعني في دائما تخيلي في فسحه صغيره اللي هي زي ربع ساعه كده. أيوة. اللي هو ده طبعا ده المفروض تاخذ فيه فواكه، ياخذ فيه عصير، ايوه سناك بسيط، لكن طبعا احنا بالوضع بتاعنا الفواكه ما متوفره لكل الناس، العصير نفس الحكايه ما متوفر لكل الناس، فممكن ياخذ فيه نص عيشه مثلا بحاجه، ممكن نفس حاجته بتاعت الفطور، المهم حاجه تديه طاقه، حاجه تخليه يواصل باقي يومه بالتركيز. الاسناك البسيط اللي المفروض ياخده الطالب في المدرسه اللي بياخد قروش هو بالتحديد، فبتلقاه يخلص الصباح بدري قبل اول ما يجي داخل يلقى الخالات او في ايوه او في الربع ساعه اللي هي ما بين بعد الحصه الرابعه مثلا. أيوة. بتلقي انه خلاص هو كل القروش يا بمبيب الشطه شنو ما بعرف ايس كريم التبش المانجا، الحاجات اللي موجوده دي واضرارها ممكن تكون على التلاميذ، يعني الحاجات الموجوده طبعا دي كلها حاجات ما فيها اي فائده يعني بالنسبه للتلميذ، يعني بالذات يعني الحاجات ناس الشيبس والحاجات دي كلها حاجات يعني غير انها ممكن مضره تكون بالنسبه له ولكن ما حتفيده بحاجه، يعني ممكن تدي شعور بالشبع بس دي ممكن الحاجه الوحيده اللي يستفيد منها، لكن هي عموما ما حتفيده بحاجات كثيره، فدائما المفروض يعني الاسره توجه دائما يعني طفلها توعيه بعادات غذائيه سليمه، يعني ما تاخذ كده ممكن تاخذ حلاوه دي حقت كده دي حقت كده، تحاول توجهه، حتى احنا المدرسين برضه في المدارس يحاولوا يوجهوا لنا الطلبه بانه ده كده مفيد ليكم، ما تاكلوا كده، ما تشتروا ده كثير، ما هنا يعني حتى مع انه في طلب بقول لك دي مقروشي انت مالكم عليه، لكن يعني انت في النهايه يعني بقول لك وزاره التربيه والتعليم، يعني التربيه قبل التعليم، فاذا حتى المدرس ذاته المفروض يوجه لنا الطالب في الحاجات زي ده بيرتكز لنا يا دكتوره رحمه على طول على التوعية في المدارس، يعني أيوة. يكون في مشرف بتاع تغذية، في مشرفين، في ناس عارفين انه حتى الناس اللي في الرياض الصباح مفروض يكون في زول يتابع لحظة الوجبة دي، انت بتاكل في شنو، طريقك اكلك، الحاجة دي صحية ما صحية، انت حسيتي بها في نفس اللحظة عملت له اي نوع من الحساسية او حاجة تتابعي، الحاجات دي ما موجودة عندنا للأسف. للأسف ما موجودة، صح موجودة ممكن في مدارس معينة وفي المدارس ما موجودة فيها، يعني يعني هي بدأت تدخل هذه الحاجات دي الحاجات يعني ممكن المطمنة إنه في مدارس بقت لازم يكون عندها مشرف التغذية ده وإنه أخصائي تغذية عديل بيكون في المدرسة حيث إنه يتابع وجبة الفطور، يتابع الطلبة، يعني حتى كليقة مثلا واحد يعني ضعيف، واحد صحته سمحة يعني يعني سمين شوية، يعني يحاول شنو يتكلم معاه، يعني زي تسغيب غذائي أو توعية غذائية بالنسبة لحتى للطلبة وللأهل بتاعهم، يعني إنك يعني
الاهل بيجوا المدرسه بتوعيه انت تدوم كده ما تدوم كده، يعني ولدك ده صحته ضعيفه بياكل شنو ما في شنو يعني حاجه وراثيه، او انه مثلا ضعيف يعني مثلا ما بياكل، او مثلا بياكل حاجات غلط يعني مثلا بياكل الجنك فود والحاجات الجاهزه دي يعني حاجات ما بيستفيد منها جسمه. بنلك الامهات دائما بيشتكوا من انه تقول لك والله هو ضعيف لانه عنيد وقليل ادب كل يوم داير قروش يعني ما بيقبل انه يحشرهم من البيت. البيت دي يتعاملوا مع كيف؟ ده هو بيجي هنا الدور بتاع الاستاذ في المدرسه، يعني هي ممكن عندها علاقتها تكون مع المدرسه وطيده، انها مثلا توصل الاستاذ تقول الزول ده يعني ما بيشيل اننا وجبات، يعني الا تقول اللي يمشي ياكل في المدرسه، فانتوا توجهوه انه يشتري الحاجه المناسبه له. فدائما المدرسه والبيت الاثنين دور واحد مع بعض. متكاملين. ايوه. يعني جميل. إذا أنا بقيت إنسان مقتدر أقدر أقول وقادر أوفر لأولادي إنه الغذاء الممكن يكون مكتمل في الصباح اللي بيحتاج له ابني وهو ماشي المدرسة، جبت فواكه لكن فواكه دي قطعتها مثلا البرتقال، البرتقال على 4 وعلى 2 خطيت لي كل واحد، الموز، التفاح، كل شنو من الحاجات دي ممكن تعمل ضرر إذا اتقسمت أو اتفتحت من أساسه بعد فترة طويلة؟ التفاح طبعا ما ممكن يتقسم، الموز ذاته ما تتقطع لأن الحاجات دي كلها بتتأكسد. فيعني في فواكه ممكن تقطع، البرتقال ممكن يتقطع ما فيه مشكله، لكن يلا زي الموز التفاح الاثنين دي الحاجات بتتاكسد فما المفروض تتقطع، تتخت له التفاحه كامله او تتخت له ولا الموزه كامله، او انا ممكن ما ادي له خالص عشان اضمن سلامته وصحته اكثر مما انه اديه لكن حاجه ممكن تضره مثلا. لا انت ممكن ما تقطعه، يعني بالنسبه له التفاح طبعا التفاح والكوميس من الفواكه المفيده شديده للاطفال يعني بالذات، يعني انت ممكن تحطها له كامل، يعني اي طفل مما قامت له اصلا بيقدر ياكل التفاحه ما عنده اي مشكله. ممكن البرتقال اي نعم ما يمكن ما يقدر يقشرها اذا كان عمره صغير اذا ده فبتتقطع، الموز ذاته سهل جدا يعني انه اي طفل ممكن يقشره، فالحاجات دي يعني ممكن تتخطى كامله، لكن اذا تقطعت لانه ممكن طوالي تحصل فيها مشاكل تعمل له تسمم، فعشان كده تتخطى. حتى التفاح انت بتزول براوك لاحظ لونه طوالي بيتغير. ايوه صحيح. برضو واحدة من الحاجات الممكن بنلقى أن في ناس بتحبها وبتعملها، يعني السلطة يقطعوها ويعملوها مثلا يعملوا فيها جبنة أو يعملوا فيها دكوة. فبالتالي تلقاها محشية سندوتشات للأطفال، هل هي صحية كويسة ما ممكن تخمر لفترات طويلة خصوصا إذا كانت في البوكس برضو بيكون ضاغط عليها وفي سخانة أو في كيس ملفوفة أو خلافه؟ السلطة إذا تقطعت من غير ما تتعمل فيها يا هو جبنة من غير ما يتعمل فيها دكوة ما فيها أي مشكلة لأنه طعمها شنو ما بيتغير، لكن بالدكوة أو بالجبنة الاثنين بيغيروا، إحنا بيقولنا السندويشات بتاعت الجبنة أصلا بعد تاخذ زمن بيغير طوال طعم الجبنة بيتغير، بيحصل إنه السندويش ده حيبقى مسمم للزول يعني ممكن يجيب له تسمم غذائي ممكن يعمل له مشاكل. يلا الدكوة دي ذاتها بالنسبة لنا إلا هي في السندويتش خطرة جدا يعني لأنه طوال العيش حتى شكل السندويتش ممكن تيجي موعد الفطور بيكون غير مقبول للطفل، يكون خلاص يتفتت بقليل والعيش ذاته بتتمسك ليه وكده يعني، فبالتالي ما بيقدر يمسك عشان ياخد بطريقة سهية. فدي من الحاجات المفروضة أي الناس ممكن تجيب الكاسات يعني مثلا تخطها له في كاسة يعني ممكن السلطة واحدة من الحاجات اللي عملناها نحن زمان في جيلنا لكن ما عارفة في الجيل الحالي موجود، بنكون نحن 5 أو 4 صحبات بنجيب كل زول سندوتش بتاعه بنفت السندوتشات وبناكل مع بعض، بنكون عملنا شراكه وتكمله غذائيه تحديدا لكل زول. كان حصل صح في اللحظه دي. صحيح الحاجه دي مهمه ومفيده ولاي زول يمسك السندوتش بتاعه. لكن ما تخيلي هسه الحاجه دي بقت موجوده في المدارس، يعني زمان كانت عندنا لكن هسه ما بتسمعي الطفل يقول لك مثلا شاركنا مع بعض وفتينا مع بعض وكذا، دي بقت ما في يعني. هي مفيده في حد ذاتها ما في مثلا. انت مثلا سندوتشك بكون مثلا جبنه دفول يعني كذا في تنوع غذائي حصل. صحيح. اي. وبتخلي كده الانسان ممكن ياكل يعني اكل الكتره اللي أيوة بيقول لك باكل. ايوه ذات اكل الزول مع الجماعه بياكل. واحده من الحاجات برضو اللي بيعانوا منها الامهات يا دكتوره رحمه بتقول لك والله ولدي مشى المدرسه وجا راجع بنفس السندوتش، ولدي مشى الروضه وجا بياكله زي ما هو، ما اكل خالص في الروضه وانا بقيت اميل يعني من الحاجه دي كل يوم بحاول انوع له والقاه وهو نفس زي ما هو. يلا معناته انه يا بياخذ حلاوه في الروضه كثير يا بيشرب عصاير، يعني هي تشوف انه هو في الروضه بياخذ شنو، تبي تزعل المشرفات انه مثلا اكل شنو اخذ شنو، يعني مرات ممكن ياخذ من اكل الزملاء ويخلي اكله يعني بعض مرات شنو دي سلوكيات، يعني يلا بتحاولي حسب الطفل ده حسب السلوك اللي هو تبعه بحاول تعالجي له انه ليه رافض نوع الاكل اللي انت بتحشيه، ولا هو اصلا يعني اذا هو عاده في البيت بياكل وجباته كلها في مواعيده دي معناته في سلوك خاطئ حاصل، يعني اما مثلا داير حاجه بتاع زملائه يا اما داير ياكل نفس الحاجه مثلا يشتريها من الروضه يشتري من المدرسه كده، فانت تشوفي الحاجه اللي هو خلته يسلك السلوك ده شنو. جميل. في امهات صراحه مهتمه جدا جدا بصحه اطفاله وتحديدا ناس المدارس يعني، لكن احيانا بتلقاها جهزت الفطور وخطته له في بوكس وفي نفس اللحظه بكون عايز تعمل له عصير تديه زمزميه وتكون عايز تديه برضه مويه في زمزميه مختلفه،
فالحاجات دي افضل انها تديه العصير ولا تديه المويه، يعني بدل ما تكتر له الحاجات شيل ده وممكن ينسى ده وبكره ما يجيب لك لانه نساه في الترحيل، وممكن يكون شربه وما غادي يكون ما يشرب. فدايما احنا طبعا لو في امكانيه العصير ده طبعا هي افضل له، لان المويه في المدارس متوفره عاده. اها فاحسن له انه دايما شو تحرص انه ياخذ عصير من البيت، عصير طبيعي احسن من انه يمشي المدرسه يشرب لها مشروبات غازيه العصائر المعبيه اللي هناك. فاضمن انها هي تضمن انه طفلها ده اخذ له كوبايه بتاعت عصير قيمتها الغذائيه عاليه. جميل. برضو واحده من الحاجات اللي بيعانوا منها الامهات يا دكتوره رحمه اللي هي الجدول. ممكن واحده تقول لك والله انا عامله جدول لاولادي من الاحد للخميس كل يوم بنوع لهم بديهم كده، الحاجه دي مفيده وكويسه ولا انت مفروض تكوني تديهم حسب رغبتهم حسب احتياجهم؟ اذا الليل انا اديتك نفس السندوتش شو انت عايز يكرره لك بكره، هل انا اكرره ولا التزم بانه انا امشي لك عشان انا عارفه غذائك ماشي كيف وصحتك وحاجات؟ طبعا الجدول دي في النهايه بتكون شنو، هي اصناف، يعني حتى ممكن تكون اصناف بتاعت لحوم بتتكرر، اصناف بتاعت بروتينات بتتكرر. انا الليل لو هو عنده رغبه في انه السندوتش يتكرر ما في مشكله، في النهايه ده هو بروتين نفس البروتين بس اختلف المسمى، يعني من لحمه لفراخ من برجر لسيوك مثلا اختلاف المسمى فما فيها مشكله دي، فانه اذا حسب رغبته عشان اضمن انه السندوتش ده ياكله لي انا ممكن التزم بالجدول وفي النهايه ما يجيلي شنو الوجبه بتاعتي راجعه زي ما هي. جميل. نحن كثير من المدارس بنلقى انهم هم بيفقدوا تماما للتوعيه وللمراقبه حقيقه، فبنلقى انه ما في مراقبه. الاستاذ غادي يقول لك انا وظيفتي كمدرس في المدرسه في الفصل مثلا، او ممكن اضرب الطفل اذا عمل، لكن ما عندي شغل اكل شنو ما اكل يحاش سندوتش ما حشى اشتري من الخلات اللي موجودات ما اشتري. هي كثيره من الاسئله اللي ممكن تكون في اذهان كثير من الناس، عشان كده معانا عبر الهواء الاستاذ الهندي محمد عثمان. صباح الخير عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نتمنى لكم عام دراسي سعيد بإذن الله. الله يبارك فيكم يا أستاذ. المدارس يوم 7/7 والناس بتستعد وبتأهل في نفسها وفي أبنائها عشان ما يستقبلوا عام دراسي سعيد. والله إن شاء الله نحن طبعا على آهبة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد. نعم. والحلقة ذاتها جات في وقت مناسب ويتكلمت يعني طرحت موضوع قوي ومثير، وحقيقة العملية التربوية هي شراكة بين البيت والمدرسة والمعلم. صحيح. والتغذية يعني لها دور كبير جدا جدا حتى في العملية التعليمية، يعني العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. فيعني المسألة بتاعت التلميذ لازم يراعى من البيت، يعني حقيقة ان احنا ما ننفع ان احنا في المدرسة بنحاول بننبه التلميذ كثير انه في اشياء ما ياكلها، وزي مثل المخللات والحوامض والمسائل زي دي والاسكريم، لانها هي ذاتها ما عندها عوائد كثيره للتلميذ، لكن دائما بنركز على انه البيت مفترض يساعدنا. صحيح. يعني مفترض الطفل ياخذ وجبه خفيفه كده الصباح، ولو يعني خبزه ولا اي حاجه، يعني ولو قطعه بتاع بسكويت، والبيت ذاته يرشده يعني ما تاكل كده وما تعمل كده، لانه حتى نحن في المدرسه من بننبه التلاميذ وبنتكلم معاهم، برضه في تلاميذ يعني بيكسروا عصا التنبيه ده، يعني فيعني مفترض البيت يركز ويعمل جدول ولو بسيط، يا اخي الليله احنا نديك كده لكن عشان ما تاكل كده لانه هذه بتضرك. احنا كمان في المدرسه كمعلمين برضه بننبه التلميذ الحاجه دي يا استاذ الهندي، الحاجه دي بنلقى في المدارس الخاصه، وكثير من الناس بيلجؤوا للمدارس الخاصه ممكن يكون نسبه للاهتمام الزايد بالطالب، اللي هو واحده منهم ممكن يوفروا لي اختصاصي بتاع تغذيه عشان ما يتابع السلوك والحالات اللي موجوده ممكن تكون خاطئه من ناحيه الغذاء يلاحظوا الاطفال. لكن في المدارس الحكوميه بنلقى صراحه ما في اهتمام الا الغله بالطالب باكله بشرابه، قد يكون الاهتمام اكاديمي فقط. المراقبة مهمة جدا، وين دور المراقبة في المدارس؟ والله حقيقة الكلام ده هو يعني عين الحقيقة والصح، يعني المدارس الحكومية بتلقى فيها الاهتمام بسيط وقد ما تجد اختصاص بتاع تغذية او اجتماعي، فنسبة لما تعاليم البلد من مشاكل وكده، لكن اذا تحسن الظروف نحن نرجو ونتمنى انه من الجهات المسؤوله من وزاره التربيه والتعليم انه يعني يوجهوا يعني الكثير من الاموال للتعليم، حتى يعني العمليه التعليميه ذاتها هي المساله ما تعلم بس، يعني
تعلم وفهم واشياء كثيره جدا جدا، بتبدا صحيح. من التغذيه وبتبدا من الـ 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 التربيه والنشر المدرسه ذاتها يعني. نعم، يبقى معناها التوجيه مهم جدا بالنسبه للاساتذه وبالنسبه للتيم الموجود في المدرسه عشان ما الطالب يطلع انسان متكامل مثقف اذا كان اكاديميا او صحيا او كمان ممكن يكون انسان سليم. نعم نعم نعم، حتى التدريب، حتى التدريب اللي احنا بنقصده ونهتم انه يعني وزاره التربيه والتعليم تهتم به، انه المعلم نفسه ما يتدرب يعني في الاكاديميات، يتدرب في الاجتماعيات، يتدرب في التعامل مع بيئه المدرسه والتعاون مع 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 التلميذ خارج الصف، خارج يعني داخل المدرسه وخارج الفصل يعني. اجتماعيا بنلقى الحاجه دي برضه زي ما انا بقول لك في المدارس الخاصه، ليه؟ بيكون في مشرف اجتماعي، الحاله النفسيه للطالب اللي هو ما استوعب المخ كان شارد في المدرسه، وانا لاحظته كاستاذ بكون ملاحظ الطلبه اللي موجودين، فبيكون في واحد ما مركز معي اليوم خالص، فانا كاستاذ غد ما انتبه له، ولما تتكرر الحاجه دي بتكون محتاجه انسان مختص عشان ما يتابع الحاله ويقدر يحلها لنا بكل بساطه. طبعا اكيد المختص المدارس الخاصه طبعا لها امكانياتها ولها ظروفها ولها بيئاتها اللي بتختلف من المدرسه الحكوميه حقيقه يعني نحترم، لكن احنا نتمنى انه المدارس الحكوميه هي تكون يعني مختص. نعم، والمختص ده طبعا بيساعد يعني، هو وجود المختص في المدرسه معناها انه يعني دفعه قويه للعمليه التعليميه داخل المدرسه. صحيح. فالمدرسه بيخرج تلميذ متكامل يعني في عيني خارج المدرسه، حتى الولايه قد يمتد الى التيت، قد المختص ده يستدعى الاسره يعني ولي امر التلميذ ويتكلم معاه في بعض السلوكيات وبعض النظام الغذائي ونظام برنامج التلميذ كله داخل المدرسه، وهذه العمليه بتتعكس يعني من لما يكون في البيت بيكون عارف التلميذ بيعمل شنو، فالمسائل دي كلها بتتعكس على العمليه التعليميه، بتكون يعني عمليه ناجحه جدا جدا يعني. صحيح، زمان يا استاذ الهندي زمان بيقولوا الناس واهلنا والناس الكبار اللي درسوا بيقول لك يا اخي الاستاذ بيكون معاك في الحله، بيكون عارف الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بها اي بيت، بيكون عارف التربيه ذاتها واصله لوين لاي تلميذ في المدرسه. الان المدرسه في مكان والتلاميذ كل واحد يجي من مكان مختلف، التراحيل متباعده، فالحاجه دي شويه بعدت الناس من بعض وخلت عدم الاحتكاك اللي هو بيولد لنا التربيه والتعليم مع بعض اصبح قليل. نعم، حتى بعادة التعامل الحقيقي بين التلميذ والمعلم يعني، المعلم ذاته قد يعني قد يعني يجد التلميذ ده في الفصل، عندما يخرج من الفصل ما يتلاقى او ما يلتقي مع التلميذ الا غدا يعني، وهذه العملية ذاتها يعني اثرت كثيرا على التعليم يعني. حقيقة في الأزمنة السابقة كان المعلم والتلميذ يعني هم موجودين في البيت وموجودين في القرية أو الحي وموجودين في المدرسة، حتى التلميذ ذاته يعني إذا أراد أن يستعين المعلم يجده في المسجد، يجده في البيت، يجده في مكان المناسبات، يجده في وفي صحيح. المدرسة. صحيح. حتى الآن الظروف الاقتصادية والبعد والطرحين كما ذكرت يعني خلت التلميذ والمعلم قد التعارض يعني التغارب بيناتهم، ما في تغارب ودي أثرت على العملية التعليمية يعني. صحيح، ذكرنا قبل في البداية أنه العقل السليم في الجسم السليم لما أنا يكون عندي تحديدا طالب هو ممتحن في الصف الثامن ويكون عنده معسكر في المدرسة وأنا أكون بس حشيت له السندوتش بتاع الصباح وأديته الحاجة الممكن تكفي قوته اللي هي لفترة معينة، ولما أنا ولدي يقعد لحد الساعة 5 والساعة 4، فبالتالي الطالب بيحتاج إنه ياخذ له وجبة ثانية بما إنه هم في طور بيحتاجوا ياكلوا فيه وينوعوا فيه عشان بيبذلوا طاقات ومجهود أكبر. الحاجة دي بالنسبة للمدارس فيها مراعاة للطلاب، بيخليهم ياخذوا وجبة ثانية الساعة 4 تتكفل بها المدرسة أو هم يجيبوها من البيوت عشان ما يقدر يمارس حياته طبيعيا ويقدر يستوعب ليك كمية الدروس اللي ممكن تكون موجودة. نعم نعم، والمسألة دي موجودة بصراحة في المدارس الخاصة، بتهتم بوجبة التلميذ، بتهتم نحن بيسموها تقريبا وجبة النص يعني قبل بعض الفطور وقبل الغداء، وحقيقة دي وجبة مهمة شديد يعني خاصة لهذا التلميذ،
لانه هو محتاج كميه كبيره بتاعت اكل، لانه هو في طور بتاع نمو. والمساله دي بتتعكس برضو على مستوى تفكيره وتعليمه واستيعابه ذات، حتى استيعابه داخل الفصل بتبني عن هذا التلميذ. لو جعان ولو عصب بيكون شارد تماما من الحصه، حتى في داخل الفصل بيكون استيعابه بسيط جدا جدا. نعم. والمساله يعني نتمنى انه الاسره ذاتها تنتبه، إن حتى التلميذ في بدايه المدرسه الصف الاول والثاني مفترض على يجي المدرسه طوال، يعني يدوه وجبه بسيطه ولو سندويتش بسيط كده، لانه زي ما ذكرت انه هذا التلميذ محتاج، هو في طور بتاع نمو، فالمدرسه بتعكس على تعليمه وعلى استيعابه وعلى ذكائه ذاته يعني. صحيح. نحن قبيل مع الدكتوره رحمه اللي موجوده ناقشنا الصف الاول بالتحديد، اللي هو ناقشنا انه هو ممكن يقعد ليه من الصباح لحد الساعه 10، عرفنا انه هو مفروض ياخذ له وجبه الصباح ويشرب كوبايه حليب، لكن خليني اليوم اديك فرصه من خلال صباح الطيبه تناشد بها المدارس الحكوميه والمسؤولين في الدوله عشان ما يوفروا لنا الاشياء المفروض تكون متوفره في المدرسه، اللي هو اخصائي بتاع تغذيه، اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، يتابع لنا حاله الطلاب والمدرسه، ما دراسه فقط ولا تفوق اكاديمي. والله يا اخي انا يعني اناشد وزاره التربيه والتعليم والجهات ذات الصله بالتعليم كمنظمات ولا يعني منظمات مجتمع مدني ولا منظمات ولا غيرها، فإنها يعني تهتم بالتعليم وخاصه في جانب التغذيه والجانب السلوكي بالنسبه للتلميذ ويعني حتى والمساله دي لازم يكون في اهتمام كبير من الدوله، يعني الدوله ذاتها توظف جزء كثير من للتنميه وللتعليم. نعم. واذا كانت هناك تنميه حقيقيه في الدوله يعني يجب ان يكون التعليم معاف. صحيح. حتى لا ننسى ويفوت علينا برضو كمان الجانب الصحي المهم. زمان كان في الإزعافات الأولية موجودة في المدارس، حصل لطفل أي إشكال في نفس اللحظة يكون في زول متابع حالته، يشوف اتضرب وقع، معروف الأطفال والتلاميذ في المدرسة هم أشقاء شوية، ممكن يتلم من مكان ويقع من مكان آخر، تحصل له حمى فجأة يجيه تسمم من فطور من وجبة أكلها يعني. أيوة، لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه الوزارة والجهات المعنية بتهتم بتدريب المعلم وتأهيله في الأكاديميات، وجهلت المسألة بتاعت الجانب الصحي كما ذكرتي، وبذا ما في تدريب للإزعافات الأولية. نتمنى أنه يعني الاهتمام بالجانب ده لأنه جانب مهم جدا جدا، والتلميذ وهو التلاميذ في المدرسة بيتعرضوا لمشاكل كثيرة جدا يعني، وإذا بقى هناك معلم مختص أو معلمين داخل المدرسة أكيد حيقدم خدمة كبيرة، إسعافية كبيرة للتلميذ إلى أن يصل المستشفى يعني. نحن شاكرين ومقدرين لك جدا استاذ الهندي محمد علي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم عام سعيد موفق لكم ولكل التلاميذ، وانتم بتبذلوا دائما الجهد الكبير عشان ما تطلعوا لنا جيل مختلف، جيل متعلم، جيل قادر انه يتحمل مسؤوليه نفسه وكمان يكون مفيد ومنتج في المجتمع. بارك الله فيكم وشاكرين لكم كثير. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة رحمة. نعود نرجع لموضوعنا اللي هو ما حيمشي بعيد الأيام دي، نحن في ظل المدارس والمدارس حتفتح، تخوف الأمهات والأهل، الظروف الاقتصادية اللي نحن موجود فيها اللي بتحتم علينا إنه أنا إذا وديتهم يأكلوا من وين؟ ده سؤال أنا كثير قاعد أسمعه، يعني كثير من الناس بيقول لك أنا إذا عندي 4 أطفال أنا قادر أكلهم وجبة ناكلها نحن كلنا مع بعض، حتى إذا كان سلطة بعيش نقطعه وناكل خلاص، لكن لما يكون عندي مدرسة فبيكون عندي هم إنه أنا أجيب من وين عشان أحشي ليديل وعشان أحشي لي كل زول حاجة مختلفة وعشان أوفر له الصحة السليمة من بروتين ومن كالسيوم، ومن أنت تقول لي حتنوع لي وأنا نوع من وين؟ ترجع المشكلة دي مشكلة الدولة مو مشكلة المفروض يعني زمان نعم. كان في المدارس هو وجبات للطلبة مجانا، ايوه، بحليبة من بيض من فول، الوجبة كلها بالنسبة لها كان على الدولة. هسه اكيد الدولة بقت ما دعم التعليم للأسف الشديد، يعني بقت انه وجبتك بتجيبها من عندك، بقت ما في وجبات في المدارس يعني. صحيح. في بعض المدارس يعني بتكون عارفة مثلا عنده الطلبة حالتهم متعسرة شوية، بتقوم بتوفر المدرسة هي في نفسها بتوفر لهم وجبات، أو منظمات المجتمع المدني حقيقة. أيوة. لهم التحية، كثير منهم بيوفروا وجبات للطلبة. نعم. لحالتهم متعسرة دي بتفيد، لكن في الناس اللي بيكون المنظمات بتوفر لي
ليه ولا المدرسة توفر ليه وظروفهم المادية ما بتقدر توفر ليه، بس بندعي إنه الأسرة تحاول على قدر الإمكان إنه على الأقل تدي الحاجات الأساسية. زمان الناس كانت حتى المدرسة كانت في وسط الحلة أو قريبة من الحي، الناس بتطلع لحظة الفسحة تمشي تفطر، العايز يمشي يفطر في بيته ويمشي بيلقى ناس بيتهم اللي بياكله بيكون أكله ومقتنع تماما ورجع خلاص المدرسة. لكن لما أنت حتى تحبسني حتى إذا كان أنا بيتنا قريب من المدرسة وما تديني فرصة إنه أطلع، أنا قد تكون أنت ما عارف ظروفي، ما عندي قروش عشان أجي أشتري بيها، وقد يكون ما عندي حق السندوتش أنا بحشو لي الصباح، ممكن يطلع زول من البيت يشتغل عشان ما يجي راجع الساعة 10 يجهز لنا وجبة حقت فطور. صح، ممكن في الحياة دي كلها في الحالة دي، فدائما هو الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعية هي بتكون عارفة الحاجات دي. وبرضو إحنا في المدارس الحكومية بنفتقر بأنه ما في أخصائي اجتماعي ما في أخصائي نفسي عشان يعرف الحوجة بتاعت الطلاب دي، يعرف نواقصهم، يعرف المعاناة حقتهم فعلا هم بيعانوها في إنه ياخذوا وجبة كويسة كده، الطالب ما حيقدر يركز ليه في دراسته وقت يكون ما ماكل ما عنده القيمة الغذائية المفروض الكمية الغذائية المفروض تصل له يعني في جسمه، يعني في حاجات يعني الوجبة دي الطالب إذا ما أخذها ما حينجح في دراسته. خلينا نشوف واحدة من السلوكيات اللي ممكن نقول خاطئة جدا أو ممكن تكون هي برضو نحن بنرجع، أنا بقول الظروف الاقتصادية هي اللي خلت السلوك ده يكون خاطئ. أنا صادفت للأسف الشديد إنه أم بتشتري لابنها عشان هي ما عندها اللي هو الأندومي، والأندومي ده هو في المدرسة بيكوب عليه موية، أو الأندومي ده بيجيهم هدية، المهم بتكوب عليه موية وهو في بيكوب عليه موية وبياكله أثناء الدراسة، بيكون خلاص دي وجبته اكتفى بها. طبعا هسه الاندومي اغلى من الطعميه، يعني هسه لو كانت اشتريت له سندويتش بتاع طعميه افضل من الاندومي. اذا هو مصير مثلا عليه ومتشبك فيه ممكن بعد ما يجي من المدرسه بعد ما ياخذ لك كفايته او حاجته الغذائيه، بالنسبه الاندومي في حد نفسه ما فيه مشكله، الاندومي المشكله الغذائيه الوحيده اللي فيه انه الملح الكميه الملح اللي فيه عاليه جدا، بس دي الحاله الوحيده الممكن الصحيه تكون خاطئه في الاندومي. لكن ثاني من ناحيه كوجبه، من ناحيه انه فيه نشويات، من ناحيه انه يعني فيه نشويات يعني القيمه الغذائيه بتاعت الاندومي النشويات يعني زيه زي اكل عيشه اكل قطعه بتاعت كسره كده، يعني بيستفيد منها في النهايه في انه بيزيدوا بالنشويات بتدي كربوهيدرات. لكن العيب الخاطئه الوحيده في الاندومي انه نسبه الملح اللي فيها عاليه جدا، المفروض نسبه الملح في الاندومي دي كميه الملح انت ممكن تاخذها الاسبوع. وبالنسبه للطفل برضه هو كمان ممكن صغير في السن يعني ما بيتحمل، بتأثر للكلى بتأثر في حاجات كثير، الاملاح ممكن تكون عاليه في الجسم ما بتخليك يركز، يعني بتدي مشاكل ثانيه. جميل، احنا خلينا نشوف صحتك في طعامك اليوم وجهز لنا فيها شنو، نتابعها ونجي من بعدها نعلق ونشوف الملوخيه. كثير من الناس اللي في البيوت اللي بياكلوا الملوخيه بطرق مختلفه وبطرق كثيره، نشوف الملوخيه ذاتها هل هي فيها فوائد غذائيه بالنسبه لنا ولا نحن بس عشان حاجه بنحبها بناكلها، نتابع من خلال صحتك في طعامك ونرجع نتواصل. الملوخيه، المكونات: ملوخيه، ثوم، ماء، كزبره، ملح، زيت. الفوائد الغذائية: مهدئة للمعدة، تعد الملوخية واحدة من الأغذية التي تساعد في تليين المعدة من خلال تنشيطها، وذلك بفضل احتوائها على الألياف، كما أنها مفيدة جدا في الإمساك. البشرة والجلد: تزيل الملوخية التشققات والتقرحات الجلدية التي تصيب وجه الإنسان بعد تعرضه لأشعة الشمس الحارقة، وذلك لاحتوائها على فيتامين A بنسبة كبيرة. مفيدة للحوامل: يساهم فيتامين A مع مادة الجلوكوسيد كوكورين في زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم. الملوخية أكيد مفيدة ومهمة ونحن بنحبها جدا، من أجمل الوجبات اللي ممكن تكون سريعة الهضم وبالكسرة. لكن هل إحنا بنقدر نحشيها لأطفالنا في المدارس؟ يعني هل إذا أنا عندي ملوخية والطفل حابيها ممكن نفتح العيشة وأخذها له ويأكلها وما يحصل لها أي مشكلة؟ إذا هو حابيها ما فيها أي مشكلة، تتحشي إذا هو بيأكلها بالعيش، يعني ما فيها مشكلة. الملوخية الكنترول غايته ما عارفة هو الحبيب ده حضر زمان 200 قال لنا زمان كانوا بيشيلوها في البستلة، فبيشيلوا معاه كسرة ولا بيشيلوا معاه عيش يعني مثلا. عموما الملوخيه بحد نفسها ما فيها مشكله، يعني اذا يعني فيها قيمه غذائيه عاليه زي ما هسه ذكرتوا، يعني ما فيها اي مشكله اذا هو اصلا بيحبها يعني. لكن ما في طفل هسه في المدرسه حيرضى انه يشيل لك ملوخيه. بمناسبه انه ما في طفل بيرضى، كثير من الاطفال بنلقاهم بيضحكوا ببعض او بيقول لك معقول يا ماما تديني الحاجه دي، هسه حيقولوا عليه شنو في والحاجه دي انت بتكوني متاكده انها حاجه غذائيه مفيده لصحته، لكنه بيقول لك معقول يا ماما اشيلها عشان يقولوا عليه شنو. فعلا في الحاجه
في كمان أطفال بيرفضوا أو يعني حتى غير أطفال بالذات ناس الثانوي بيرفض إنه يشيل وجبة من البيت. أيوة عايزين القرش. أيوة بقول لك عايزين نشتري بقول لك يقولوا علينا لسه صغار يعني حيقولوا علينا معقول زملائنا. أيوة يعني بيحسوا باستنكار في الحاجة دي. فأنت ما بتعرف ذاته حيشتري بالقرش إنه هالحاجة صحية حاجة كويسة حاجة لا. فدائما إذا أنت هو أخذ عندك وجبة الصباح قبل ما يطلع حاجة كويسة ممكن تديه القروش يشتري اللي هو عايزه، لكن لازم تحرص انه وجبتك بتاعت الغداء وجبتك بتاعت العشاء تكون وجبات مكمله، وجبتين مكتملات، وجبتين مكتملات. خلينا نرجع لواحده من الحاجات اللي برضه الكثير من الناس ما بتهتم بها وبتجهلها، العصاير. انا لما ادي ابني عصير اذا انا متمكنه وقادره ممكن اخلط له عصير فريش، اذا مو متمكنه بجيب عصير بودره من الدكان، او اذا انا عندي زول جاب لي عصير جاهز معلب. العصاير وفائدته واهميته وعصير البودره اللي احنا بنشتري ده، الوجبه الغذائيه، السكر الزايد المفروض فيه، انا برضو مقدار السكر المفروض يكون قدر شنو. طبعا اصلا دائما الاطفال في العمر الصغير يعني ما بنحب ندخل لهم السكر شديد. ثاني في يلا في يجي العمر بتاع المدرسه يعني مثلا من الفصول شويه كبيره دي يعني المفروض ياخذوا سكر لانه حركتهم بتكون كثيره لانه السكر بيديهم الطاقه. يعني فانت دائما حرصت على انه اخذوا كميه السكر المناسبه بالنسبه لهم. ما في عمر الثانوي برضه المفروض ياخذوا سكر كميه سكر تكون برضه لكن مناسبه، ما السكر اللي طبعا عندنا ناس هنا السكر نص السكريه بكوبايه في كوبايه العصير بس. ايوه بس نص السكريه في كوبايه العصير بدل دائما شو دي سلوكيات كده. السكر الطفل ما حياكل بتلقى حركته كثيرة يعني بيكون يعني ما حيركز يعني لأنه بيكون عنده كمية بتاع السكر كمية بتاع الطاقة بيكون باله هنا وباله هنا وبيعمل ده يعني هايبر أكتيف. أيوة بيكون يعني حركته عالية شديد فبالتالي يعني الحاجة دي يمكن معناها مصح الأمهات والناس بيقول لك أخذ سكر عشان تأخذ طاقة. سكر معقول لكن ما سكر سكر كثير يعني لو كنت تأخذ سكر كمية معقولة ما عندك مشكلة يعني كده بديك الطاقة بيخليك تركز يومك بمشي صحيح، لكن لو كنت تأخذ لك كمية سكر عالية بيكون عندك كمية من الحركة أنت دار تتخلص منها يعني حركة لا إرادية حتى بتكون في الجسم. يعني الطفل اللي بيشاغل هنا وبيشاغل وبيشاغل دي بتكون كمية بتاعت حركة زايدة اللي هو سكر زايد في الجسم يعني أخذ حاجات كثيرة. العصائر المجففة العادي في الدكان دي ما فيها مشكلة؟ العصائر ما يعني قيمتها الغذائية ما عالية شديد يعني ممكن تكون فيها بعض ما تعتمد عليها اعتماد كلي. أيوة يعني هسي أنت ما عندك طريقة للعصير مخلوط في الكركدة في الجنجليز يعني دي كل حاجات بلدية متوفرة يعني حتى كده بتبله كم مرة يعني في النهاية عصائر وبتقعد وبتستحمل يعني وبتستحمل جونا في الليمون يعني الحاجات دي كلها ممكنة. بالنسبة للأطفال اللي بتناولوا الطحنية على طول يعني بيقول لك احشي لي طحنية والأم بتجيب علبة الطحنية وتحطها خلاص كل يوم حاجة سهلة تحشي الطحنية ويلا الطحنية. طبعا هي من أفضل الحاجات اللي أنت ممكن تحشيها وتقعد مسافة طويلة السكريات الطحنية المربى العسل بتستحمل العيشة وبتبقى ألذة كمان طبعا كل ما قاعد كل ما أيوة طبعا. فيلا الطحنية بحيث انك يعني زول لازم يوازن يعني كمية السكر اللي بياخدها مع كمية الساندويتش اللي هو بياخدها. من افضل الساندويتشات انه الطفل للمدرسة ياخد ساندويتش طعم الطحنية لانه بيديه تركيز بيديه كمية بتاع السكر مناسبة له بيخليه نشيط. لكن لو يتكرر ترى ممكن يكون عرضة ما يتكرر وانه شو يكون ده مثلا المصدر بتاع السكر يعني مثلا ممكن تاني العصير سكر خفيف ما ياخد حلاوة تاني يعني بالنسبة لي تكون دي حلاوة اصلا الطحنية اسمها حلاوة طحنية صحيح يعني ما ياخد حلويات اضمن انه ما حياخد لي حلويات وانه ما حياخذ لي عصير سكر كثير. جميل كلها والله نصايح وكلها مفروض الناس تمشي بيها عشان ما تضمن سلامه ابنائها وتضمن سلامه نفسها، تهتم بالغذاء الصحي والاكل اللي المفروض يكون فيه بروتينات، المفروض يكون فيه كالسيوم حديد اللي بيدينا الطاقه وبيخلينا نواصل. نحن حرصنا دكتوره رحمه انه نتكلم في الفقره دي تحديد، وفي الفتره الجايه ان شاء الله حنتكلم برضه باستفاضه اكثر عشان نعلم الناس نوري الناس الغذاء هو في النهايه ممكن يكون ثقافه وتعليم هو مكتسب. رسالتك الاخيره لكل الامهات اللي بيتابعونا الان وحتى ناس المدارس المدرسات والمدرسين. والله انا بتمنى من المدرسات والمدرسين انه يتابعوا لنا الاطفال بالذات في العمر الصغير انه وجبات واكل وجبته واكل اكله ما اكله اللي تدي رساله للام انه زول رفض الوجبه دي حاب كده داير كده داير يشتري من المدرسه، وانه المدارس ذاتها تحرص على انه البوفيهات حقتها تكون نظيفه وتكون صحيه، الزيت ما يكون مكرر، الزول اللي بيعمل الحاجه يكون نظيف لانه في نادي صحه لابنائنا وابنائنا ده المستقبل حقنا. صحيح. والامهات الامهات لازم يحرص اي ام الصباح انه الطفل بتاعها اكل حاجه بسكويت او شرب شاي كيك ان شاء الله عيشه بايته، انه ياخذ لي بعصير بلبن او اي حاجه قبل انه ما يطلع يمشي المدرسه. انت كده بتضمن انه اكل حتى لو ما اكل لك وجبه الفطور انت بتضمن انك اديتيه حاجه من الصباح قبل ما يطلع. احنا شاكرين ومقدرين لوجودك اليوم. شكرا جزيلا. حنشوفك تاني مرارا وتكرارا باذن الله تعالى عشان ما نزيد جرعات التثقيف والتوعيه في المجتمع، وده اللي احنا محتاجين له في الوقت الحالي فعلا ان شاء الله. شكرا دكتوره رحمه صلاح اختصاصي تغذيه، ونحن كمان لازم نهتم بانفسنا وبصحتنا ولازم نخلي بالنا من اطفالنا واطفالنا هم فلذات اكبادنا وكل الناس في المراحل الدراسيه المختلفه. اذا نحن ما
راعيناهم أكيد هم ما حيراعوا نفسهم، عشان هم في اللحظة دي وفي الفترة دي محتاجين مننا نحن التوعية والمعرفة أكثر، الأشياء اللي ممكن تضر بها صحتهم نبعد منهم، والحاجة اللي ممكن تكون مفيدة للصحة نحن حنوعد كل السادة المشاهدين إنه من هنا إن شاء الله لحد ما المدارس تفتح حتكون توعية وإرشاد، ونشوف الأشياء اللي ممكن تكون صحيحة، السلوكيات الخاطئة الممكن تستخدم من خلال المدرسة أو كمان في الترحيل. نتكلم بإذن الله مع الأساتذة والمدرسين، حيكونوا ضيوف معنا عشان ما نتعرف على المدرسة والمدرسة، هل المدرسة مهيئة مؤهلة للعام الدراسي ولا لو نتمنى عام دراسي سعيد.